الوجيز الميسر في الفقه المالكي للعالم الجليل محمد عبد الغني الباجقني، استخلصه المؤلف من كتاب بلغة السالك للعلامة أحمد الصاوي كما نص المؤلف في المقدمة، وهو من أهم حواشي المتأخرين في المذهب المالكي. استخرج المؤلف هذه الخلاصة لتكون تذكرة له، قال: لأستعين بها على تذكر أصلها. تناول الكتاب الأبواب الفقهية المعروفة من عبادات ومعاملات ومناكحات وجنايات ومواريث وغيرها، وجاء مسهلا ميسرا، ركز فيه على أهم المسائل، وقد زاوج في كتابه بين أقرب المسالك وشرحه للعلامة أحمد الدردير والحاشية، فهو زبدة وخلاصة لهذه الكتب مجتمعة. جاءت محاولة الشيخ الباجقني موفقة، حيث حول جملة لا بأس بها من تلك المادة الفقهية المركزة في أقرب المسالك إلى مادة فقهية مخففة التركيز، سهلة الفهم، قريبة التناول، لا يوعزها طويل شرح ولا كثير بيان، وبذلك يكون قدم جملة من فروع الفقه الإسلامي وفق المذهب المالكي لطالبيه في حلة جميلة وطلة بهية كما يقول محققه. وقد ألحق المؤلف كتابه الوجيز الميسر بملحق خاص به تحليل فقهي مقارن، يقول: كنت أثناء دراستي الاستئنافية لمسائل العبادات من فقه مذهب المالكي أقف في المسائل الخلافية وأرجع إلى الأدلة ليطمئن قلبي في عبادتي لربي، متتبعا غير مقلد، متبعا الأدلة، مستعينا على معرفة أحوالها ووجوه دلالتها بأصول مذهبي. ومن أهم هذه المسائل قراءة البسملة مع الفاتحة، ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، وقبض اليدين وإرسالهما، وسلام الخروج من الصلاة. ويظهر المؤلف فيها بأنه مرجح غير متعصب فيما بدا له من الصواب، وكيف لا وهو عالم ضليع، حتى إنه قد رشح من قبل الشيخ علي طنطاوي يوم كان رئيس مجلس الأوقاف، رشحه لمنصب إفتاء المالكية في دمشق عندما كان مهاجرا فيها. يقول في مسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه: لذلك سألتزم رفعهما في النوافل عملا بسنة ثبتت، وأما في الفرائض فلا أرفعهما إلا في افتتاحها عملا بالأحاديث المروية عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعلي بن أبي طالب وبآخر ما استقر العمل عليه. الكتاب وجيز وميسر، فهو قريب المأخذ، سهل العبارة، لا يحتاج لكثير شرح، وقد ازداد تيسيرا في تحقيقه الأخير مع الضبط والشكل والعناوين الجانبية الموضحة وخدمة النص خدمة موفقة.